محافظة بابل رغم برودة الجو، طبعا الجو بارد كلش، متظاهرين ومعتصمين موجودين ساحات التظاهر وما عفوا نهائيا وما راح يوقفوا ابد لحد ما تتحقق كل المطالب ان شاء الله. الاتصال بالمحافظات من اهل البصره شكل غرفه عمليات سواء بالتحرير باي محافظه ثانيه تشكل عنده وفد مطالب الناس حتى يروح الوفد الفاضي اي واحد هو يجي ذاك الشخص احنا ما نروح لاحد يجي هو ساحتنا وغرفه عملياتنا ما عايزين لا طرف ثالث ثامن للمطالب ما يسحبوا الحقيقه لان لا خلصت هاي الثوره وما ادت اغراضه اعتقدوا بالله وعن خبرة إذا خلصت هاي الثورة يا عراقيين اخذوها من هاي الشيبة وصبوني إلى هاي الميت إذا شفتوا روسكم بعد كفلوا هاي الثورة إذا هاي الثورة ما نجحت وبعد سنة منكم شهر راسة تجوا غير السلسلية تعال كفلوا بعيد إذا ما لك شهر الشيب وقعد أنا بالمدة كفلوا بعيد Come on.